لازم تنقلوا اي حاجه غلط بتشوفوها وما تسكتوش عنها. بعد بيان المتحدث العسكري بالتاكيد اعلام السامسونج خد الاوامر علشان يتكلم، يتكلم عن الحادثه، عن المجرم، عن الاجرام اللي عمله. لا لا لا، طلع يتكلم ويشيد بعظمه القوات المسلحه وانها بتنتصر للعداله وان مفيش حد فوق القانون ابدا. ايه ده يا جماعه؟ دول صحيوا من النوم بعد 4 ايام. مش مهم، المهم بقى نخرج الحادثه دي بمخرج لطيف كده نضحك بيه على الناس. يعني مثلا نقول للناس انها خناقه جيران مع بعض، احنا امنا جيش ماله، وبقى بناء عليه يبقى الجيش ملوش دعوه، ملهاش علاقه بالقوات المسلحه، اتنين جيران اتخانقوا مع بعض. خلونا نشوف اول واحد من الزلنطحيه، اسف قصدي اعلام النظام، قال ايه في الموضوع ده. خلي بالك هذه جريمه ليس لها علاقه بالمؤسسه العسكريه والقوات المسلحه، ده جيران، يعني جريمه وقعت في مدينتي جيران. يعني هل ده يثير القوات المسلحه؟ ابدا. جريمه فرديه، حادث فردي، جريمه، اتنين جيران حصل بينهم خناقه، مال القوات المسلحه حصلت مع صحفي وزميله، اعلام وقرأي. مال الاعلاميين ومال الصحفيين ومال الشرطه، مال الشرطه، مال اي مؤسسه، مال القضاء، مال المهنه، مال الوظيفه بالجريمه. خناقه يا جماعه، خناقه بين اتنين جيران. كان ممكن يبقى مكان الضابط ده صحفي او محامي او مدرس، ايه علاقه المهنه؟ الكلام ده بيقوله احمد موسى، وده كلام صحيح 100%، لا غبار عليه. المهنه ملهاش علاقه بالحادثه الا اذا كانت مهنه من متطلباتها انهم يدخلوا جوه عقول منتسبيها ويلعبوا فيها. زي ايه؟ زي مهن الجيش والشرطه والوظائف السياديه، قضاء وكلاء النيابه والناس الهاي لايف دول. ليه؟ لان المنتسب لاي جهه من الجهات دي اول حاجه بيتعلمها الف ب يعني في شغله هو انه مش زي الناس، ان هو في وضعيه خاصه ومكانه خاصه، ان هو كائن مختلف، هو السيد والناس عبيد، بيعلموهم كده، هو عالي والناس واطيه، هو يعمل اللي هو عايزه وما يتحاسبش، ويلاقي اللي يدافع عنه ويلاقي اللي يبرر له. هو الباشا، مش اي حد، مش زي عامه الشعب. فلما تكون الجهات دي بتزرع ده في دماغ منتسبيها وبتضخم الانا عندهم، يبقى المهنه هنا تفرق، وتفرق كتير قوي. يعني الضابط ده اتقال له قبل كده من عبد الفتاح السيسي انه لما يعمل جريمه مش هيتحاسب. ضيف بقى ان الضابط ده طبيب، ووالده زي ما بيقولوا استاذ في كليه الطب جامعه الزقازيق، يعني مفروض انها اسره محترمه، مفروض انهم مربيين عيالهم. لكن لما تشوف طريقه كلام الضابط ده مع من البوستات اللي هو كاتبها مع الشعب او عن الشعب، في بعض البوستات كده اللي انتشرت منسوبه ليه، تحس انك بتتعامل مع بلطجي بذيء، مش ضابط في الجيش، مش ضابط مهمته انه يحمي مصر وشعب مصر. عموما خلونا نرجع تاني مع احمد موسى ونسمع قال ايه تاني في الموضوع ده. القوات المسلحه هنا تنتصر للعداله، هنا القصاص، تكلم القصاص، هنا القصاص في هذا البيان، في البيان اللي قدام حضرتك القصاص في هذا البيان. انا بشرح لك عشان دايما ثقتك في جيشك العظيم لا يمكن ابدا حد يرتكب جريمه ولا يحاسب عليها ابدا. اوعى تجري ورا طيور الظلام وجماعه الخلية الارهابيه، انت عندك مؤسسه وطنيه عظيمه شريفه تحافظ على كل واحد. يعني بعضهم بيقولوا شريفه دي تبقى ستك، بس احنا مالناش دعوه بيهم، احنا ما بنقولش الكلام ده، احنا عايزين نقول ان الراجل بيقول لك العداله تنتصر، عداله القوات المسلحه تنتصر. واوعوا ما تسمعوش للمشككين والاعداء والمتربصين. طيب اولا لازم ناكد على المؤكد اننا اصلا مش ضد الجيش، مش ضد الجيش، وكررناها كتير، الجيش مؤسسه مصريه خالصه، لكن بعض القيادات مش مصريين خالصين، الجيش مؤسسه وطنيه لكن في النهايه متحكم فيه من مجموعه من القيادات مش شايفين غير مصالحهم ومصالح اللي بيحركهم، فقضيتنا ومشكلتنا مش مع الجيش المصري. ولا عمر كان لنا هدف الإساءة للجيش بالمناسبة، ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكن مش إحنا اللي خلينا الضابط يعمل كده في خلق ربنا. مش إحنا اللي خلينا الباشا الضابط اللي قبله يضرب الناس بالكرباج. مش إحنا اللي أفرادنا بيبلطجوا على الغلابة وعلى خلق الله في كل حتة في البلد.
مش احنا اللي سيطرنا على الاقتصاد ومصينا دم الغلابة في مصر، مش احنا اللي سايبنا الجيش مهمته الرئيسية الأساسية وقلنا له تعالى بيع خضار واعمل مزارع سمك ويشتغل في الطرق والكباري. احنا عاوزين جيش قوي، جيش محترف يصنع سلاحه بنفسه ويحمي حدودنا ونفتخر بيه. فابو حميد بيقول لك ايه، دي سكه مش حلوه فكك منها، لان لا احنا ولا الشعب بقى ياكل من الكلام التافه بتاعك ده انت وامثالك. عموما سيبك منه، تعال نروح للمهم. هل العداله هتتجلى في القضيه دي؟ هيبقى في عداله ناجزه؟ طب باماره ايه؟ بالمناسبه مش احمد موسى بس اللي قال كده، ده توجه عام. وتعالى شوف قرين احمد موسى برضو نفس الكلمتين بيتقالوا. مصطفى بكري، مصطفى بكري بيقول لك في تويتر الجريمه التي ارتكبها الطبيب، الطبيب خد بالك الاول، الطبيب الضابط بالقوات المسلحه جريمه بشعه ومتعمده، المجرم مسجون وننتظر صدور بيان من القضاء العسكري حول مجرى التحقيقات مع المجرم. اما استغلال البعض للحادث المرفوض لمحاوله النيل من جيشنا العظيم فهذا امر نعرف اهدافه. الجريمه فرديه ومن ارتكبها حتما سينال اشد العقاب، هذا عهدنا بالقضاء العسكري. الراي العام ينتظر العقاب الرادع والسريع. مصطفى بكري بيقول لك لا احد فوق القانون. عارف انت على طريقه محمود عبد العزيز في فيلم الكيف لما قال علشان نستحمل زيطتها لازم ندوش الدوشه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. هو ده اللي بيحصل دلوقتي والله العظيم، بيزيطوا في الزيطه وبيعلوا التون علشان نسكت، عشان يسكتوا الكل، عشان يخرسونا كلنا والدنيا تهدى والقضيه تتنسي زي ما اتنسى اللي قبلها. او ممكن يبقى في فكره تانية ومش بعيده وممكن تتعمل. اصل ده طبيب دكتور، ما هوش جاي من الصعقه مثلا ولا هو جاي من المشاه.